السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022 مقابل الجنيه المصري. تابعوا الفيديو عشان تعرفوا كل جديد، بس ما تنسوش تحطوا لايك، تشتركوا في القناة، تفعلوا الجرس عشان يوصلوك كل الأخبار الجديدة. وصل سعر الدولار الأمريكي ارتفاعه صباح اليوم الأربعاء الموافق 5 أكتوبر 2022 أمام الجنيه المصري بمعدل قرشين، وده وفقا للتعديلات الرسمية لعدد من البنوك الخاصة. هنعرف بقى الأسعار. أول حاجة هنيجي لسعر الدولار في البنك الأهلي المصري. سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 19.67 جنيه للبيع، والشراء 19.61 جنيه. سعر الدولار في البنك التجاري سي اي بي البيع 19.69 جنيه، والشراء 19.63 جنيه. سعر الدولار في بنك قطر الوطني الاهلي كيو ان بي 19.69 جنيه للبيع، 19.63 جنيه للشراء. سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول مصر في البيع 19.69 جنيه، والشراء 19.62 جنيه. سعر الدولار في مصرف ابو ظبي الاسلامي العربي 19.69 جنيه بيع، 19.66 جنيه شراء. سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 19.69 جنيه بيع، 19.59 جنيه شراء. سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 19.69 جنيه بيع، 19.63 جنيه شراء. سعر الدولار في بنك قناة السويس 19.69 جنيه بيع، 19.59 جنيه شراء. سعر الدولار في بنك مصر 19.67 جنيه بيع، 19.61 جنيه شراء. سعر الدولار في البنك العربي الافريقي 19.69 جنيه بيع، 19.61 جنيه شراء. سعر الدولار في بنك الاسكندرية 19.69 جنيه بيع، 19.64 جنيه شراء. سعر الدولار في ايجي بنك 19.76 جنيه بيع، 19.64 جنيه شراء. سعر الدولار في المصرف المتحد 19.69 جنيه بيع، 19.63 جنيه شراء. كده يبقى احنا اتكلمنا عن اسعار الدولار في البنوك المصرية المختلفة، وعرفنا سعر البيع والشراء. اتمنى يكون الفيديو مفيد ليكم، متنسوش تحطوا لايك، تشتركوا في القناة، تفعلوا الجرس عشان كل جديد واخبار جديدة توصل لكم. اشوفكم الفيديو الجاي، ومع السلامة.